ثلاث سنين باتمان اتجوز بس العطرة على مين؟ أصغر شقة ببيروت بربع مليون قصدنا الإسكان وكالعادي رفضوا التأمين. خالي عنده شقة صغيرة بكرم الزيتون أنجأ 50 متر مربع هاي مع بلكون. قال لي يا ابني سويها وراح فيها سكون فأززنا البلكون ودفشنا الصالون وخفينا التدخين نزلنا فوبلافون أجمل ما يكون بعد الشو تلفزيون. ومرقت لي سنين بسرعة يا رفيق رزقنا ولدين والتالت عالطريق مع عشقة الولاد وكركبة الغراض كل ما للمساحة فينا عم بتضيق. برجع ببرم عالبلوكي مدبرس بفل كله بيطلب دفعة أولى بتكسر بتشل وبما إنه رجعنا عالزيرو وما لقينا حل قسمنا الصالون استحدثنا أوضة نوم فرشنا ثلاثة خوفي وترحرحنا بالنوم وصارت الشقة شرعية ومن أفضل ما يكون غرفتين وصالون وفي حال ما عندك بيت تعال معنا سكن نفرش لك بالصالون نفتح لك علبة طن نعطيك كود الواي فاي وتسلى قبل النوم.